تاني حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة وهي معسكر الإمارات. معسكر الإمارات أنا فوجئت الحقيقة بأحد المواقع كاتب أن هناك حالة من الاستياء، هناك حالة من الاستياء من الجهاز الفني للنادي الأهلي بسبب معسكر الإمارات. فأنا الحقيقة استغربت جدا لما ألاقي خبر زي ده مكتوب. حضرتك هتستغرب ولا مش هتستغرب؟ ليه بقى هتستغرب؟ لأن اللي كاتب كده هو قاعد جنبنا هنا، مش جنبنا هنا في القناة ولكن قاعد في القاهرة. يعني هل حضرتك شفت إيه اللي بيحصل في الإمارات؟ هل حضرتك شفت الأوتيل عامل إزاي؟ هل حضرتك شفت التمرين عامل إزاي؟ نوعية الملاعب اللي موجودة، كل شيء، التنظيم اللي موجود، كل شيء كل شيء كل شيء موجود في معسكر الإمارات. هل حضرتك شفت هذا الكلام؟ لو حضرتك شفته وعندك أي اعتراضات، ما عندناش أي مشكلة إن احنا نطلع نتكلم في هذه الاعتراضات، ولكن أصدق حضرتك إزاي وأنت قاعد جنبي هنا؟ مش عارف. بغض النظر عن أي شيء، وبغض النظر عن إن أنت هناك عندك ناسك وبتتفرج وبتعمل وكل حاجة، ولكن اللي أنا أعرفه إن لما يتكتب على السوشيال ميديا أو في أي حتة، أي حد بيكتب أي حاجة، من المفترض إن هو يكون بيبقى متواجد مع الفريق في الفندق، في الملاعب، في الجولات الحرة اللي بيعملوها إذا كان هناك جولات حرة اتعملت، في التدريبات، في الجيم، الحصص التدريبية اللي بتحصل، الشغل التكتيكي اللي بيحصل. هل من المفترض لو حضرتك متواجد يعني ممكن نتكلم مع بعض، ولكن حضرتك قاعد هنا في المبنى وما عندكش أي مشكلة في المبنى اللي انت قاعد فيه. فالحقيقة انا بستغرب جدا من مثل هذه الاخبار، لانها اخبار يعني على قد معرفتي، على قد معرفتي، ويعني احنا بنبقى وعندنا ناس هناك قاعدين بقى مع الفريق ليل نهار، وقاعدين مع لاعبي الفريق ليل نهار. احنا بنتكلم على قناة النادي الاهلي، مش بنتكلم على، لا احنا بنتكلم على قناه النادي الاهلي. عندنا مجموعه موجوده هناك، عندنا خمسه طالعين او اربعه طالعين من المركز الاعلامي بيتكلموا على اخبار النادي الاهلي واللي بيحصل وكذا 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 وكذا.